خالته فين؟ يا سامية. يا حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. الله يسلمك. نورت حالتي. الحمد لله يا حبيبي، نورت مصر كلها. الحمد لله على سلامتك. وحشتني قوي. انت كمان وحشتني قوي يا حبيبي. اول ما الباب اتفتح وانا شامم ريحه اكل مصري هيجنني. حكيم انا عايش في الدنمارك ما باكلش غير الجبنه الريكفورت لحد ما بطني عفنت. ده انا عامله لك المحشي الكروم، قصدي مها اللي عامله لك المحشي الكروم وملوخيه وحمام. ايه ده، انت بتعرف تطبخي؟ دي مهلوبه، دي بتعمل حلويات كمان. ما تكسفنيش بقى يا ماما. انما انت يا حبيب قلبي غطسان يعني كل المده دي، ولا بتسال ولا تليفونات ولا حاجه. مفيش والله يا خالتي، اول ما سافرت فشلت، قلت مش هينفع ارجع مصر ايد ورا وايد قدام، فقررت اني انجح وفعلا عملت اكبر مشروع للمجتمع الدنماركي. مشروع ايه يا حبيبي؟ فول حراتي. الله الله، ده مشروع حلو قوي. انا بحب الحراتي قوي. طب وايه رايك ما كنت تعمل كمان مشروع عصير القصب؟ والله فكرة حلوة. دي فكرة مها. مشروع عصير قصب وافتح جنبيه مقلة عشان الشعب الدنماركي يتسلى. ايوه طبعا طبعا، دي حاجة جميلة قوي. وانت بقى ناوي تستقر هنا ولا ترجع تاني؟ لا اقعد فين، انا جاي اتجوز. تتجوز يا حبيبي في ايه؟ انا جاي اتجوز وهرجع تاني على طول. ما انا ما ينفعش اتجوز واحدة اجنبية، انا عايز اتجوز واحدة مصرية تسوم بيتي وتتكلم عربي وتخلي عيالي يتكلموا عربي. مها بتتكلم عربي؟ تكسفنيش بقى. لا ما تهزروش، بتتكلموا عربي؟ لسه الهزار ده فيكم لغايه دلوقتي. البيت كله بيتكلم عربي. معلش بقى يا خالتي، انا جاي اخد خطوات سريعه لاني مستعجل جدا، فبستاذنك بس، كنت عايز مها تيجي معايا مشوار بكره. ايه ده بالسرعه دي؟ الاجازه ما فيهاش، لازم الحق. ريحه الاكل مش قاعداني على بعض يا حبيبي. المطبخ فين؟ ماما حد عندك اهو بقى، ده اللي هتتجوزيه. تفركي حاول اوعي تسيبيه. ده هياخدني بكره عشان اجيب الفيزا بتاعت السفر. يا ماما هتوحشيني قوي والله. وحشيني يا روحي. وحشيني والله. وحشيني والله يا ماما. يا حبيبتي.